خلاص عرفته، خلاص خلاص انا جاي في الطريق. ادينا جينا يا سيدي عند قصر عابدين، ورينا اتدخلنا ازاي. خلي الرجاله تفتش المنطقه دي حته حته وطلع لي الواد ده. ساره اتفضل هنا، دقيقه واحده بس والاستاذ جاي. انت مصدق نفسي؟ ده انت ذكي بقى يا عم فكري، سايل الورق وعينه عند الاستاذ سمير غانم نجم الكوميديان عشان ما حدش يسك. هي دي الدماغ. اهلا اهلا استاذ سمير. اهلا استاذ سمير. اهلا اهلا. كفايه يا بوس. انا معجب بيك خالص والله، خالص معجب بيك. والنبي صوره صوره بقى صوره. انا بحبك قوي خالص. لازم البوس. بص الصوره كده، بص عشان ممكن تقلع النضاره عشان خاطر الناس يعرف انا مين. لا ما هو انا لو قلعت النضاره مش هيعرفوني، انا معروف بالنضاره. ده عادي في النضاره هيعرفوك. ان انت الاستاذ سمير حبيبي، ده انا بحبك خالص. والمصحف مش البوس اهو نب. ولازم تطر. يا سلام، ده بص دي، بص دي انت عارف دي بقى، خد دي يا استاذ سمير. والمصحف الشريف هعملها وجع على البيت عندنا، بس وجع على التليفون كمان. ده انا معجب بحاجات كتير وبتاع، ونبي خدنا نمثل معاك. وصوت اخرج انتيكا اتعلم سينما في امريكا، يرقص بانجو تيكا بيكا بيكا. فطوطه بيرقص بانجو؟ ده كان زمان، دلوقتي بيرقص ترامادول. حسن والمصحف، يا نهار ابيض والمصحف حبيبي والمصحف. انا مصدق نفسي والله، مصدق نفسي. فكرني انت بايام الشباب. والله خبرتك والله اغنيتك العظيمه بقى اللي كانت بتخليني اوف، خليني ببقى نايم بسرسح من العياط. غنوتي؟ اه الغنوه بتاعت مين اللي قال ان الزمان ملوش في امان يا عيني. مش انا مش انا مش انا، ده الاستاذ سمير الاسكندراني. سمير الاسكندراني؟ الاسكندراني مين؟ اسكندراني. الاسكندراني؟ امال انت مين؟ أنا سمير برضو، بس لا اسكندراني ولا صبري، أنا سمير غانم. أنا نايم طول الليل والورق في حضني. هو صحيح مشهد واحد في الفيلم، بس مشهد يقش، مشهد ماستر سين. أنت عارف أنا جاي أصلا عشان. لا لا لا، شوف المسائل المادية دي ما تهمنيش. أنت سيك. قيمة الدور. أنت سيك، أنت فنان من الفنانين اللي هو فنان منزوي. الله يخليك. خلاص بقى. ما نعمل مع بعض بروفا. استنى الدور اهو. يا ريت الدور اهو مع انت هتعمل معايا دور عصمت. عصمت؟ لا ادوار البثوات دي. ما انا الله. ايه يا استاذ سمير؟ اسمع. ايه يا استاذ سمير؟ انزل بس ما تشوشرش. اخلصي يا عصمت يا كلبه. الدنتايه طلعت نسايه يا استاذ سمير، دي صح؟ راح فين يا استاذ سمير؟ سيبني انا بتعايش مع الدور عشان اطلع حماسي. فرجني بقى على حماسك وهو طالع. المتزودون عارفه ليه بس المتزودون. خلاصي انا وثقت فيكي واديتك كل اسراري، تطلعي اسراري بره اتضح انك مجرمه ودبل ايجنت. جملتك ها؟ القصاص ها؟ جملتك دلوقتي. اه انت بتعمل معايا كده ليه؟ جملة. انت تعمل معايا كده ليه يا ذوق كذابه؟ الفلوس عمت عينيك يا كلبه يا دور. يا انت سمير، انت سمير انزل. انت بتاع انزل نام على وشك. انام على ايه؟ على وشك. وشي؟ اه انا باثق فيك خلاص يا حبيبي. ده تمثيل عشان حماس. انا خايف التمثيل يقلب حماس. ما عندك. انت نام على وشك. هنام على وشي خلاص. وتسحف وتمسك رجلي. انت لازم تموتي، لازم تتخنقي. انت سبب المصايب. انت مش بنتي. انت مش بنتي. انت بنت. الله يا استاذ كمل كمل. بنت مثلا بتروح مني ساعات. بنت اختك؟ بنت اختك؟ بنت اختك ولا بنت؟ ما ينفعش عشان الخط ده. بنت بنت, بنت السلطان. اوعي. الله، ايه ده يا استاذ سمير؟ ايه ايه ده؟ ما شاء الله، ده حلو قوي. عجبك؟ اه ده متن ايه ده؟ ها؟ متن ايه؟ اه تلك يا مجرمة. انت سمير. استنى التليفون، تليفون. الو. ايوه دي الشركه بتاعتك. يبقى الشركه بلا بتاع. من عماله فايبك. انت عايز تقول انت حر بقى. اهلا اهلا يا حبيبي. اه
لا الورق زي الفل. الراجل بتاعكم عندي. ده راجل طيب قوي قوي. بيبص في كل حته في الشقه اللي انا. نعم؟ الفيلم؟ ليه؟ لا 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 والله لا. انا شخصيا كنت اعتذر يعني، بس زي ما تقول محرج شوي. يا سيدي فيلم راح فيلم يجي ولا يهمك. انا تحت امره. مع السلامه. يلا بقى نكمل بروبه بقى يا استاذ سمير. يلا نكمل بروبه بقى اللي هو ادي ايه الفيلم بح. ايه ده خلاص صبرناه كده خلاص هينزل امتى خلاص؟ طب ليه؟ انا مش عايز فلوس، انا عايز اسمع تسقيف الناس، عايز اشوف نظرات الحب والاعجاب اللي بتتابعني وانا رايح وانا جاي. عارف المشاعر دي عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. انا عايز ارجع اتدفى تاني في قلوب الناس اللي بتحبني زي زمان. ما تقولش كده يا استاذ سمير، ده انت قاعد، ده انت نخور في قلوبنا. انت جاي مع مين اساسا؟ انا فتح يا استاذ سمير غانم. انت هتفسح مين؟ انا فتح جاي عشان خاطر الورق بتاع الراجل اللي مرمي في المستشفى. ورق ايه؟ الورق بتاع القتيل اللي مرمي في المستشفى دوت. قتيل؟ مين؟ يا سعيد. سعيد اللي هيجيب الورق؟ امر يا استاذ. خد صوفيا لورين دي وطلعه بره. ايه ده ايه ده؟ هي كده يا استاذ سمير؟ خلاص؟ خلاص كده حماسك قل خلاص؟ على فكره انت كده بتخسر واحد من جمهورك. عارف لو جمهوري كله بالمنظر ده؟ بناقص مش حماس. يا كومبارس! يا بلال بص عليك الله يكسفك. خلاص يا غالي خلاص، دي تاني مكالمة وتطلع في سينك. الموضوع ده شكله كده على بعضه فاكس خالص. اصبر فاكس. اصبر بس، اسمع بس مني انا واستري مني. انا خلاص بقى عايز اسيب حاجة قاعدة اتنفس، عايز اروح اسيب بحر بحر ولا اسيب سفلتور اخر. هي سفلت البحر يا خالي. يا عم خلاهم سفلت البني ادمين، سفلتوا البحر. لا يا سيدي ما سفلتوش البحر. اصبر انت بس، خلص امتحاناتي ونقع على المكالمة التمام، نقفش ال 2 مليون ونصيف في أحلى حتة في مصر. اسكندرية. مبارات. إسماعيلية. عثيون. إيه يا خالي الإحباط ده؟ هنروح فين بقى؟ عايز أنت تروح في مكان. أنا أقول يا هادي، إحنا من زمان وإحنا معدناش مع بعض كده قعدة خاله وبنته وابنه. مفيش أي غراميات. بس بقى يا خالي بقى. يعني ما اغتصبتش واحدة من صحابك مثلا؟ مرة كده. يا ولد يا ولد كده يا ولد. طب ما نمتش مع واحد صاحبك؟ ايه يا خالد انت بتقول ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تقوم تعمل مكالمة كده على ما اصور ورقة الدرس واحصلك. خلاص الصبح. لا دلوقتي يا خالد. الصبح والله خلاص. فكر في 200 مليون عشان خاطر. خلاص حاضر. بجد؟ خلاص الصبح. زيرو واحد. خلاص خلاص زيرو واحد كده خلاص. بتسأل على الورق؟ ايوه الورق موجود، تعالى في اي وقت. مفيش اي وقت، قول لي عنوانك فين واجيلك فورا جزيلا. فرع البنك اللي في مول السعاده. هتسأل على الاستاذ سعيد. تفتح. اهلا نافي. انا كنت طالعه لك عامله لك سندوتش ليا بالمسقعه، تستاهل حنكك. تعالى جوه. بس بقى خلاص بقى عشان خاطر الوقت بس. ارجع ورا شويه خلاص. هاكل ده وانا ماشي خلاص. كل. حاضر خلاص هاكل ده. بالهنا والشفا يا تتحت. ايه هادي انت مالك انت كابس ليه كده؟ الله. بالهنا والشفا يا تتحت. امسك الخوف. امسك الخوف. دي ليه خروف على بعضها سربتها لك من ورا امي؟ سربت ليه امك من وراها؟ ايه يا هادي؟ انت ايه؟ كابس ليه؟ الواد بس واقف ما ينفعش، الواد صغير. طب كل. حاضر حاضر. قول يا حبيبي قول. حاجة وانا ماشي عشان خاطر افتكر ايه. هادي هادي وبعدين الله. قول يا حبيبي. حاضر هاكل بس وانا ماشي عشان خاطر ابقى ايه عايش على الذكرى خلاص. امي بتقول لي ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. عايز ايه يعني زبيب؟ هاتي وشك. انا هضربها يا خالي ضربك كده. ايه انا هضربها ضربه واحده. ايه هادي خلاص يا هادي خلاص هادي.
انت بتزقني برجلك يا هادي؟ والله ما سقيت برجلي انا. امال ايه اللي بتزقني زي حزيه يا هادي؟ ايه خلاص؟ بس يا بس امسي يا تعريخ يا حتى يا جوع يا ابني ده الطفل امسي يا وسخ خلاص بلغت. عفوا يا عوكسه لو المصحف والله بص مش هينفع والمصحف على خاطر عشان خاطر الواد معايا مش هينفع الواد مش ما بيعونش على اهاوي خالص هجيلك مره ثانيه باذن الله. يلا سلام. قلت بقى وانا ورايح وانا وجاي الناس بتبقى عايزه تمسك فيا سايب لك حاجه كبيره قوي حب الناس انا ممكن اسيب المنطقه دي خالص خالص هجيب حب الناس ده منين تاني. في يا خالي وقفت ليه؟ خلاص يا هادي مالك؟ خلاص مالك؟ السندوتش اللي عملته لي فل خلاص ليه طمها مبهدله بطني خالص انا لو سبت الغازات يا هادي اللي في بطني هطير في الفضاء. بص الحمام اهو يا خالي خش انت الحمام وانا هروح على البنك اسال على الاستاذ سعيد ماشي؟ حاضر خلاص ماشي يا خالي؟ خلاص اسال على الاستاذ سعيد خلاص.